عمود المهاجمين يا كابتن سيد فاعل الزيدان، كابتن اسلام لاعب بيراميدز، والنجوم وبدا اللقاء كده على صفيح ساخن تروح لرياض، رياض العزبه، رياض في نص الملعب، في نص الملعب لعيبه كده شمال كان 11 بيلعبها، ولكن بسام خلي بالكم، بسام لعيب كبير يا كابتن سيد، جاي كده من اويسلا لعيب كويس. كابتن احمد توزع حكم اللقاء، وكابتن صلاح سند حامل رايه تروح لرياض، رياض ماشي في نص الملعب، بسام لعيب كويس يا كابتن سيد، وماشي كده الزاويه وترجع تطلع رامي التماس لصالح عزبه العرف في نص ملعب زاويه الكرام، لسه المباراه كده ما غلطتش طبعا السخونه، رامي التماس 11 على التنفيذ بسند ولعبها ببطن رجله كده جنب العرض، ضربة مرمى لصالح فريق زي الكرام، لسه بقى في مرحلة جس النبض يا كابتن حسن، وزيدان زيدان هداف البطولة حتى الآن، لعبها ببطن رجله ويوصل على الباك اليمين، ولكن الكابتن صلاح مد رامي التماس لعزبة العرب، روح بقى سعيد على باك الشمال ماشي تنقطها كده 11 خطر بيلعب برجله الشمال كده لعيب كويس يقطع كده ازاي، ولكن تطول منه بيلم ازاي تاني هيسند على حارس المرمى اللي بيطلع اي حاجه كده، وبسام لعيب كويس يا جماعه ماشي، بسام تطول من بسام اسلام تقول كده اسلام ماشي اسلام بيلعب بالعرض ولا ايه، اسلام بيلعب بالعرض، برافو سعيد مدافع قوي بيقطع كابتن رزق مديني ضربة هارة ماشي في نص الملعب، ماشي لعيب بقى جايبينه صفقة النهارده عزبة العرب بتاعنا بقى بعد النجوم، ماشي تضيع كده واللعيبه في نص الملعب وتقطع الزاوية سند كده على المدافع تفضل تروح لوائل، ولكن الكابتن احمد مهد كده مد ايه، نشكر قناة باشا مصر عن نقل مباشر وكابتن حسن وكابتن حسين، هل كابتن حسن وكابتن حسين هل هنتعاقد على باشا مصر ماتش بكره ولا ماتش بكره باشا مصر، عايزينك من داخل التعاقد ماتش بكره في الصباري هتيجي معانا بقى ان شاء الله على الكوبري كوبري بلاقلة نقابلك بقى، وان شاء الله نروح ننقل ماتش الصغاري بكره وكفر المسلحه في ملعب الصغاري، هيبقى مباراه جامده جدا الجماهير كلها في انتظارها، ونداء لجميل من الله تعالى كده ميه يا جماعه ميه حتى يجيب لنا ذات ميه يا جماعه بعد اذنكم، نشكر كل قامين على ملعب شباب المستقبل حاج انور ابو عاطي استاذ ابو عاطي انور وكابتن عبد الله الاستاذ محمد على النظام الحافظ بقى على نظافه الملعب يا جماعه، كابتن عبد الله بيسلمنا الملعب ده كل يوم في ابها صوره، ولكن النادي بقى والناشئ بعد الجماهير محافظه على الملعب، والملعب ده بيبقى في وشنا لان بيبقى فيه نقل مباشر، عايزين الملعب يظهر بابها صوره، نحافظ على الملعب ونظافه الملعب شويه، نشكر مهندس انور ده يا باشمهندس انور عايزينك بكره بقى تعزل فريق ملوالة اللاعب المصلح هيبقى ماتش نار، كابتن سيد كباكا بقى هيجي لازم كل جماهير ملوالة يا جماعه تعزل الفرقه بكره ماتش تقيل، فرقه المصلحه كلها في انديه لعيبه كلها في انديه كابتن سيد، فرقه ملوالة بقياده الكابتن اسلام العاصي، الناس اللي كانت بتلعب هنا مدعمين كده ب 2 3 من بره، لعيبه طويله وعاليه طول حارس المرمى، حارس المرمى كده بيهدد ولعبها طويله نزل على بسام كده دلوقتي في نص الملعب، عارفين خطوره بسام تطلع تروح لوائل وائل ولكن اسلام يا جماعه لعيب كبير ماشي اسلام وصابع على الباك الشمال كده هتطول منه، شايف كابتن احمد لسه كده مدي ضربة حرة مباشرة اسلام في نص ملعب عزبة العرب، ضربة حرة طويلة عثمان كده عايز يلف ويلعبها، ولكن تطلع ضربة مرمى، لسه المباراة كده ما خدتش طبعا السخونة، المباراة لسه واحدة هنا واحدة هنا، شوفنا والله فريق الوحدات بقيادة كابتن سيد وكابتن محمود
كان عاملين مباراه جامده. كابتن سيد ولو معاك حارس مرمى كويس كان زمانك في حته ثانيه، بس شكل الفرقه السنه دي افضل. وائل وائل كده بياخد شطه خفيفه، وائل بياخد شطه خفيفه كده، ضربه حره مباشره في نص ملعب الزاويه لصالح بسام. بسام بقى اللي بيلعب الضربات الحره، هل هيسند على سعيد ولا هيسند على وائل؟ والله يحطها واحده. بسام 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 هيسند على وائل وعطل سعيد وتطول من سعيد وتروح مره ثانيه للدفاع الزاويه مع اسلام، طلع لبسام ثاني. بسام شوطه جامده كده ولكن جنب الكار. لسه المباراه يا كابتن سيد بادئه كده، واحده هنا واحده هنا، فريقين عاملين حساب لبعض. هو اللي معاك يا رياض، هو اللي معاك. لسه كده ما شفناش طابع السخونه بين فريقين، مباراه ماشيه ازاي حتى الان. نزل اسلام كده في نص الملعب عشان يمسح الفرقه. اسلام اسلام في نص الملعب كده عشان يلعب كعب، ولكن رياض مقفل بقى وبيطمن طلعها ضربة مرمى. بص على اللعبة يا عبد السلام في النص، في النص ضربة مرمى صالح عبد العرب، طولة وعالية لوائل. وائل بيقطع كده في نص الملعب ازاي، تروح لبسام بسام بسام بيلم ويلعب بكعب، ولكن تطول وتطلع رمي التماس مرة ثانية لصالح زي الكرام. لسه اسلام سليم بقى لاعبين ماشي في النوف يا كابتن سالم، جايين قال لي احنا كسبنا أربعة في النوف. بيشارك كده اسلام السنه دي في جميع البطولات، يقطع كده زي في نص الملعب، تروح لرياض رياض اللي بيقطع بيطول وتطول مره ثانيه ماشي، ورد الكابتن دوسته كده فاول في نص ملعب لصالح الزاويه. كابتن حسين كده بيقول لي لمسات حلوه الراجل بتاع البيت العرب، ماشي يا كابتن وبيلم كده، تروح لوائل وائل سعيد سعيد ماشي، بسام بسام عايز يسند كده ولكن برافو حارس مرمى سريع، تروح لاسلام اسلام اسلام بيلم بيلم اسلام لسه بيلم تاني تطول منه، تروح عثمان بيرجع بقى للمدافع يسيبها لحارس المرمى، شكله بيلعب برجله كويس سنة كده على الباك اليمين، ولكن الرياض مش مديله فرصه. كابتن احمد عزه مدي فاول كده لصالح زي الجرائم في نص ملعبهم. عاملها سعيد هو اللي معاك، لقاء تحكيمي كده ده كابتن احمد دزه طويله في نص الملعب، ولكن الرياض مش معدي تروح وائل، وائل ماشي وائل تطول من وائل كده، وشايف دزه مدي فاول لصالح اسلام، فاول لصالح الزاويه في نص ملعبهم. وائل بقى الكره طولت منه وكمل مع مدافع الزاوية، وائل نبل كده وكمل مع مدافع زي الجران، ان شاء الله خير، اتمنى السلامة لجميع اللعيبة الموجودين في البطولة. ايوه نطمن عليه كده حارس المرمى، شوف رجله فيها حاجة ولا ايه؟ المية موجودة يا جماعة، اللي عايز مية اللعيبة اللي في الملعب اللي عايز مية، المية موجودة. الجماهير بقى في انتظار سيكا وحمص وجلال، مين اللي قال لكم انتوا تلعبوا؟ ماشي جلال خلاص بيلعب زوم ديفنس، ماشي كده حارس المرمى الزاوية لعبها تروح لاسلام، اسلام لسه ما شفتش منه حاجة النهاردة، وش رجلي برافو حارس المرمى طلع كده، ولكن لاعب قلب الملعب يخبطها في المهاجم وتطلع خطة مرمى تاني لصالح فريق قلب الملعب، بيبص في مين كده عايز يسد على رياض، وبرافو عثمان بيطلع بخبره كده وائل تطول من وائل كده، والله راجل لو كفيت بطن رجلك شويه انجيبها من الشبكه، ولكن حطها فوق الارض. اول هجمه خطر كده لصالح فريق عزبه العرب، شايفين كده حارس مرمى الزاويه لسه واحده والثانيه كده هيسد على المهاجم ولا ايه؟ قوم يا كابتن ما فيهاش حاجه، معاك حكم فاهم، انا اتسلم بقى على حارس المرمى، حارس المرمى ماشي وبيطلع كده بروح رياضيه رياض، طلعها بروح رياضيه بقى عشان تطمن على لاعب زاوية الجيران، لسه المباراه ما خدتش طبع السخونه، حتى حامل الراية قاعد يريح شويه جنبنا هنا في المسار الرئيسيه، ولع لك سيجاره. الف مبروك لفريق العزبه سعود، شوفهم بقى في المعمعه في دور 16 ان شاء الله، دور 16 هيبقى بدايه من يوم الاربعاء، شوف بقى لقاءات على صفيح ساح، تروح لبسام ولكن عثمان كده بخبره ومد فاول لبسام،
فاول على عثمان زي فاول كده عزبه العرب سابها لرياض. رياض رياض رسالة على بسام. بسام عايز ياخدها كده بالكعب ولكن عثمان كده لعيب خبره يا كابتن سيد. فاولها عاليه ما تروحش الاسلام يا سعيد تروح لوين وين وين ما تلمش عليها كده ولكن اسلام اسلام اللي بيغمزها كده وروح رياض ثاني رياض بيسند على حارس المرمى بطن رجله كده طويله وتطول منه كده لعيب كويس بس لسه المباراه بقى ما سكنتش ماشي حارس المرمى حارس المرمى ماشي لعيب الاسلام اسلام اسلام واحده كده ولكن خبره كده عثمان بياخد ظهره مد فاول لصالح سعيد في نص ملعب عزبه العرب. فاول فاول لاسلام تاني رجع كوره فاول لاسلام من الاول اسلام هيسند على حارس المرمى واحد يقرب بقى يستلم اسلام بقى بيطلع كده وبيسحب هو بياخد كوره من ورا كده ويبدا يتحرك خطر خطر وائل وائل بيغمزها كده ولكن جوزه بيديله فاول فاول لوائل كده اللي بدأ متحرك النهارده عزبه العرب فاول فاول في نص ملعب الزاويه يرجع بقى دوزة اسلام فاول هيسند على سعيد والله سند على وائل وتطلع من بطل الاسلام اسلام عايز يلمها كده وتخبط فاول وتطلع لم التماس مره ثانيه عثمان عثمان بيرجع لحارس المرمى شكله بيلعب دور كويس كده مع الفرقه هيطول ولا سند على اسلام اسلام اللي بينزل كده عشان ياخد الكرة وطلع بيها وماشي الهدف الاول قلت لكم اسلام يا جماعه خطر طلع بواحده كده نزل وصح يلا يلا وشوش ده جامده بيطلع حارس المرمى وطلع كده في باك الشمال بيكمل في الهدف الاول اصبحت النتيجه 1-0 لصالح زاوية الجوال في غفله كده اتخطفوا الدفاع عزبه العرب ظبط بقى يا رياض ظبط صفوفك تقول سعيد سعيد ماشي ايوه بوش شايفه كده وائل 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 عايز لعبه كوره وعاليه توصل لرياض رياض تروح ليه بسام ولكن مش مديله فرصه عثمان النهارده يا جماعه لعيب كبير يا كابتن سيد عشان اقول لك ان الكوره مش بالسم وبيطلع ترى علي اسلام اسلام ريحه الخطوره خطر اسلام اسلام بيلم واسلام كده عايز لعبه واحده في نص الملعب ولكن ترجع لحارس المرمى هيهد بقى كسبان واحد بدا يهد بقى هيبقى الباك اليمين تروح لحارس المرمى تاني حارس المرمى في الاسلام اسلام تروح لسعيد سعيد سعيد سند على وائل وائل وسعيد سعيد تاني سعيد وبرافو كده عثمان بيلعب في كل حته في الملعب يا كابتن سعيد تحس ان هو كده عنده 20 سنه ماشي وائل تخبط ومدافع ازاي كده بيركع ترجع تاني لحارس مرمى عزبه العرب هيلعب على رياض الله ايه وبرافو لعيبه بالكعب كده شغل رياض رياض اللي مكمل في نص الملعب سند كده هذا المهاجم مهاجم لمساته حلوه يا جماعه ورجع تاني تروح لسعيد سعيد بيزد على وائل ماشي وائل وائل صار في نص الملعب وشوف شوطه جامده ولكن شكله حارس مرمى كويس امتصها كده تروح للباك اليمين ولا شو باك اليمين باك اليمين ماشي اسلام اسلام متحرك بقى بيجي من بره عايز يشوف كده وتيجي مره ثانيه وشوط شوطه جامده ولكن قدام بلقاء ما زالت النتيجه 1-0 طلع عايز بتلعب كده يبادر الهجوم ماشي لماها كده في نص الملعب نص الملعب ماشي كريم كريم بيرجع كده لسعيد سعيد ايه اللي بيهدي سعيد بيهدي طولة وعالية تروح بقى لبسام ما شفناش منه حاجة النهاردة ولكن عثمان بيتحرك مع بسام يا كابتن سيد في كل حتة في الملعب عارفين إن بسام خطر عثمان وبسام هتشوفهم كتير خلي بالك يا سيك عندنا مباراة تقيلة بكرة مباراة من العيار الثقيل هتلاعب بقى فرقة الجمهورية كلها كان في مصر فرقة الجمهورية كابتن سيد كلها بتلعب في كفر المسيرة مش عارفين هنعمل ايه ربنا يستر طلع حارس المرمى بيطلع كده وائل بيستلم بيستلم كده يلعب لرياض رياض شوطة جامدة كده ولكن تتقطع في نص الملعب اسلام وسعيد اسلام اسلام برافو سعيد كده بيلم واحدة ويكمل كده سعيد تخبط فيه وتروح لزاوية الجرام في نص الملعب عثمان بيلعب في كل حتة في الملعب عثمان لعبها لبسام لكريم كريم عايز يلعب وهدف كده تعدي حارس المرمى والمدافع
وتسكن الشباك واصبحت النتيجة 1-1. حتى في الاهداف متساويين. واحدة هنا واحدة هنا. شارف رياك ياخد تشجيع. 1-1. ماشي المباراة كده سجل لسه المباراة قطع رياض. رياض ماشي ماشي رياض بيضع بوش رجله كده. لا وائل 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 هيسند على رياض ولا ايه؟ رياض لعيبها لسعيد ماشي سعيد سعيد لعيبها كده نايه بسام بسام ماشي سعيد تاني وبرافو بدأوا يتحركوا كده وبسام وسعيد والهدف التاني لسه بقول لكم المباراة كتير. اصبحت النتيجة 2-1 في الدقيقة واحدة. عزبة العرب يا رياض بسام كده نزل نص الملعب عايز يتحرر بقى من رقابة لاسيكا. لا عثمان اسلام اسلام ورياض كده اللي بيلعب كده زي دله عارفين خطورة اسلام. النتيجة اصبحت 2-1 لصالح عزبة العرب. اسلام اسلام لعبها كده على الباك الشمال ماشي ماشي وسن الكاميرا وحارس عزبة العرب كده بيطلع ضربة ركنية ضربة ركنية لا الزاوية من ناحية اليمين العبها كده وتضبط في المدافع تاني وسعيد وتطلع ضربة ركنية تاني. اصبحت النتيجة 2-1 لصالح عزبة العرب. قدر يخطف الزاوية كده في دقيقة واحدة. مباراة بدأت كده سجاد بالفريتين فقط الزاوية هدف ورد عليها عزبة العرب كده بدأت سعيد تروح لرياض هجمة مرتدة رياض 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 بيلم كده وكابتن احمد